هاي القراءة إلى فوائدها العلمية الاجتماعية والصحية الكتيرة، وهي بتساهم بنمو الدماغ وتطوير الخلق. أجرى مؤشر نقاط الثقافة العالمية World Culture Score Index دراسة لقياس الوقت يلي بيمضيه الناس حول العالم بالقراءة أسبوعياً، والدراسة شملت كل المواد يلي ممكن قراءتها من الجرايد، الويب سايت، الإيميلز، المجلات، وحتى أكيد الكتب. وحلت الهند بالمرتبة الأولى بالدراسة مع معدل 10 ساعات و42 دقيقة أسبوعياً بالقراءة، وبتتبعها تايلند مع 9 ساعات و24 دقيقة، وهن بيمضوا معظم هالوقت بالقراءة عبر الأجهزة الذكية. أما الصين فحلت بالمرتبة الثالثة مع 8 ساعات قراءة بالأسبوع، علماً أن الصينيين بيقروا بهدف الترفيه بسبب حجب عدد كبير من مواقع التواصل الاجتماعي بهذا البلد. مين قال أهم شيء فينا نعمله لأولادنا هو نعلمهم القراءة؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.